تثمينا وإبرازا لأشكال وخصائص وامتدادات التعبيرات اللغوية في الصحراء المغربية، سيتم العمل على مشروع علمي وطني جديد طرح خلال لقاء تواصلي لتنسيق جهود عدد من المتدخلين والفاعلين بجهة الدخل وادي الدهب تحت شعار من أجل بحث علمي يرسخ تثمين ثقافة الحسانية. هذا البحث من طبيعة الحال غايته توثيق كل ما يرتبط بهذا الموضوع على مستوى هذه الجهة، لذلك في هذا اللقاء اليوم هو لقاء تنسيقي بين مختلف المتدخلين من قطاعات حكومية، من فعاليات مجتمع مدني، من أشخاص موارد، من كل من بإمكانه أن يفيد في هذا البحث. المشروع البحثي معتمد من طرف المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، ينجزه فريق علمي تابع لمختبر الخطاب وتكامل العلوم والمعارف التابع للكلية متعددة التخصصات بالراشدية في موضوع أشكال التعبيرات اللغوية في الصحراء المغربية، خصائصها اللسانية وامتداداتها الإفريقية. تعتبر مدينة الداخلة نموذجية في الامتداد الإفريقي وكذلك في التراث الحساني، فإذا نحن نريد أن نزيل التراب ونريد أن ننبش في هذا التراث من منظور أكاديمي. برنامج الفريق العلمي يشمل القيام بزيارات ميدانية لعدد من المؤسسات والجمعيات والمكتبات، فضلا عن تنظيم لقاءات وجلسات استماع لعدد من الشعراء والأدباء والكتاب والمهتمين بالثقافة الحسانية المتجدرة في صحرائنا المغربية.